بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 61. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونستكمل معكم أيها المستمعون بيان ما يظهر لنا من الأحكام في قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والآية التي بعدها. فيؤخذ من هاتين الآيتين إضافة على ما سبق أن القصر يشرع فيما يسمى سفرا، فيما يسمى سفرا، لأن الله علق ذلك بالضرب في الأرض، وكل ما يسمى سفرا فإنه تقصر فيه الصلاة، وما لا يسمى سفرا فإنه لا تقصر فيه الصلاة. قد اختلف العلماء هل ما يسمى سفرا يحدد بالمسافة أو بالزمان، على قولين. قول الأول أنه يحدد بالمسافة لا بالزمان، فيحدد بالمسافة ولو قطعها بزمن يسير فإنه يقصر الصلاة، لأن هذا يسمى سفرا. ثم اختلفوا في تحديد المسافة، فمنهم من يرى أنها يوم وليلة، ومنهم يعني للراحلة، ومنهم من يرى أنها يومان للراحلة، ومنهم من يرى أنها ثلاثة أيام، ولكل أدلته منهم. والقول الثاني أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة حدد بالزمان، فلو أنه قطع المسافة في زمن يسير لا يترخص ولا يقصر الصلاة، وأما إذا قطعها في زمن طويل فإنه يقصر الصلاة. والراجح والله أعلم هو القول الأول الذي ينضبط، لأن لو قلنا إن المسافة مقدرة بالزمان فقط لما بقي سفر في هذا الزمان بسبب سرعة وسائل النقل، دل على أن السفر يقدر بالمسافة، والمسافة أقرب الأقوال فيها أنها 80 كيلو تقريبا، أنها 80 كيلو تقريبا، وهي مسيرة يومين للراحلة، وتسمى بالمرحلتين، والمرحلة 40 كيلو. هذا هو أقرب الأقوال، وهو الذي عليه الفتوى في هذه البلاد وعليه الحمل. والتقدير بالمسافة أضبط من التقدير بالزمان. ويؤخذ من الآية الثانية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، مشروعية صلاة الخوف وبيان صفة من صفاتها. والخوف كما سبق مراد به الخوف في مواجهة العدو المسلح في المعارك أو في الهجوم العدو، فهذا هو الخوف، خوف من العدو لأجل سد الفرصة عليه أن ينقض على المسلمين إذا انشغلوا بصلاتهم، فيصلي المسلمون صلاة معها حذر ومعها حيطة، فيجمعون بين المصلحتين، مصلحة أداء الصلاة ومصلحة
مقابلة عدوهم بالحذر والاستعداد لصده ورد كيده. وصلاة الخوف لها صفات، لها صفات جاءت في القرآن وفي السنة. والخوف على نوعين: الخوف الشديد، فهذا يصلي المسلم فيه على حسب حاله، ماشيا أو راكبا، في حالة الهروب من العدو أو الهروب من شيء مخوف كالسبع والسيل. وإذا كان الإنسان في حالة هروب وحانت الصلاة فلو توقف يصلي لأدركه العدو فيصلي وهو هارب، سواء كان مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة. وذلك في قوله تعالى: فإن خفتم فحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رجالا يعني ماشين، أو ركبانا على المركوبات وأنتم هاربون. مستقبل القبلة وغير مستقبلها، لأن الله لم يشترط في هذه الآية استقبال القبلة. هذه صفة. والصفة الثانية هي التي معنا في هذه الآية: إذا كان المسلمون متواجهين مع عدوهم في معركة القتال ولم يبدأ القتال فإنهم يصلون على هذه الصفة التي سبق بيانها وشرحها. وهناك صفات متعددة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب الأحوال، لأن أحوال الخوف تختلف ولكل حالة صفة من صفات الصلاة، وهي مذكورة في الأحاديث وفي كتب الفقه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، يعني ليست من التعارض، وإنما هي من باب أن الأحوال تختلف وأن الخوف يختلف، تصلى الصلاة بحسب الأحوال على حسب الدليل الوارد لذلك من الكتاب والسنة. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لعباده. ويؤخذ من هذه الآية، يؤخذ منها أهمية الصلاة المفروضة، وأنها لا تترك بحال من الأحوال، ولكن المسلم يصليها على حسب حاله ومقدرته. فالمريض يصلي على حسب حاله، والمسافر يصلي على حسب حاله، والخائف يصلي على حسب حاله، ولا تترك الصلاة أبدا، لأنها الركن الأعظم من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام. وكما أسلفنا أن فيها عونا للمسلم على مشاق الحياة، قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فهي عون للمسلم على مهماته، لا سيما في حالة ملاقاة عدوه، فإن فيها عونا له على وقوة له على مقابلته. ويؤخذ من هذه الآية أيضا وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة، فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بأصحابه ويقسمهم إلى طائفتين، كل طائفة تقوم معه
دل على وجوب صلاة الجماعة، إنها إذا لم تسقط في حالة الخوف فإنها لا تسقط في حالة الأمن من باب أولى. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.